السلام عليكم خاوتي احبابي في كل قارة العالم، سلام لكم، تحياتي لكم. اليوم عندنا نداء خاص، نداء في او بحث في فائدة العائلات. عندنا الشاب سفيان بوطريق من مواليد 1969 بالمقرية، معروف بسيتي مايا حسين داي. هذا غادر الجزائر في سنة 1992 كحراج، وين راح؟ راح اسبانيا، وبعدها سمعنا باللي دخل لبريطانيا. هذه الصورة تاعو خوتنا اللي شافوا ولا سمع ليها اي شيء يتواصل معنا على الصفحة، واجركم على الله.